شكى مواطنو قضاء بيجي من رداءة الخدمات وضعفها بسبب عدم قدرتهم على السير في الشوارع ولعدم مواصلة العمل في المشاريع المقرة وفق المخطط له من حيث الجودة والتوقيتات. مدير بلدية بيجي جلال سلطان قال إن أسباب التأخير آنية ومنها موجة الأمطار الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم إنذار المقاولين للالتزام بمواعيد إنجاز العمل لأكثر من مرة. حقيقة يعني قضاء بيجي يرثى له من الخدمات، من الماء، من الكهرباء، من الصحة. كما تعلمون يعني هذا القضاء أمام عيونكم ولا يخفى على أحد من ترد الخدمات ومن التلكؤ، والقضاء بيجي يعيش حالة يرثى لها، قضاء ليس فيه أي حياة ولا فيه أي إيجابيات، والصحة متردية والماء متردد، التبليط ماكو. هذا قدامك شارع موصل بغداد، هذا قدام عينك شارع مكسر. عندنا بس السوق منجز فقط. اكو يجي، نعم يجي المقاول يشتغل يوم اسبوع ماكو. هسه عندك مثل شارع الشط اللي ينزل على نهر دجلة، من المؤمل 1/11 ان يكون كامل وجاهز. المقاول ما جاي يشتغل، يجيب له جريدر شفل عاطل. شفت انت يمكن الطلاب اللي طلعوا بال امام المدارس، تكرم طفل شايل الحذاء، طفل واقع بطين، طفل اني اطفالي يومين ما داوموا الا جت التناكر حتى تسحب اللي قدام المدرسه بالحي العصري الجنوبي قرب التموينيه مال بيجي. وضعيه مترديه، وين الخلل؟ نريد نعرف الخلل وين. والله قضاء بيجي يعني ما ادري شلون عايشين بيه. احنا مواطنين، انا طالب اروح على المدرسه، تروح على المدرسه يعني تشبع وحل، ما تقدر تداوم، وما ادري والله وين الحل، شو وقت نصير، يعني شنو صار وخير منه، الخلل شنو يعني، وين نريد نعرف وين الخلل. والله جاي يشتغلون بس ما اعرف يشتغلون وبطيء، يعني ماكو. هذا شارع عام صار له ما ادري ايش قد، صار له بس سنه ماكو هيك. شارع الشط على المفروض هالساعه كامل، شارع عصي ما اعرف يعني شنو. بالنسبة لتأخير إنجاز عمل شارع الشاط، كانت هنالك تعارضات غير محسوبة سابقا، وهي كانت تجاوزات وأعمدة الكهرباء، والحمد لله يعني تم تذليل هذه الصعوبات أمام المقاول، علما أن التجاوزات أزيلت بالكامل، والتعارضات تعاملت مع إدارة الكهرباء إزالتها بالكامل، وكان من المخطط أن يقوم بالتبليط يوم الثلاثاء اللي هو هذا اليوم، يعني بلط المقطع الأول من مديرية الشرطة إلى منتصف الطريق، والحمد لله تدري الباري عز وجل أرزقنا بمطرة، فإن شاء الله المقطع الأول يعتبر بحسب الإنجاز أو منجز بالكامل. أما فيما يخص الحي العصري، المبالغ اللي يعني مخصصة للحي العصري فيتم الإعلان عنها وإحالتها قريبا. أما الشارع العام كانت هنالك بعض الصعوبات أمام المقاول، والحمد لله تم تذليله، وهي كان كابل للاتصالات، وكانت هنالك بعض تحديد المسارات، علما أن الشارع الحالي هو سوف يتغير جذري، لأن الشارع الحالي هو كان عرض 30 متر، أما الشارع الذي سوف يستحدث فهو بواقع 50 متر، فحتما ألا تصير يعني بعض الإرهاصات للمواطن أو بعض الشغلات اللي تزعجه أو تأخره. والحمد لله يعني عمل الشارع منذ أكثر من 25 يوم هو العمل متواصل به بدرجة عالية جدا. نعم تم إنذار المقاولين عن طريق دائرة المهندس المقيم لمرتين، وهنالك نعم بعض التأخيرات في شارع العام، تأخر نتيجة الفحوصات. تعلمون بأن هذا المشروع هو يعني ما يتم العمل يعني مستمر، يعني يعمل وننتظر نتائج الفحوصات حتى يستمر العمل مستقبلا.